مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه ابرز عناوين: وليد الركراكي، وصولنا الى نصف نهائي كأس العالم لم يكن بالصدفة، وهذه حظوظنا غدا للفوز على المنتخب الفرنسي. لوكا مودريتش يحذر المنتخب الفرنسي من مواجهة المنتخب المغربي غدا، وهذا ما قاله. إيتو، المنتخب المغربي أعطى إشارة قوية قبل انطلاق المونديال حينما سيطرت أنديته على المسابقتي دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية. إلياس الشاعر، الركراكي أفضل مدرب في المونديال ومجموعتنا تعيش كعائلة واحدة. أسطورة كرة القدم البرازيلي ومالك نادي بلد الوليد رونالدو داليما يقدم وعد لنجم الفريق الإسباني والمنتخب الوطني المغربي جواد اليميق. المدرب الإسباني لويس إنريكي يفاجئ العالم بتصريح أسطوري على المنتخب المغربي ويرشحه بالفوز على المنتخب الفرنسي. أكد وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي بأن لاعبيه سيتقاتلون من أجل تجاوز عقبات المنتخب الفرنسي والوصول لنهائي حلم المونديال. وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: سنبذل كل جهود ممكنة لبلوغ مباراة نهائية وتغيير عقلياتنا في القارة الإفريقية، وهذا ما قلته للاعبين. إذا كنا سعداء فقط بوصولنا لنصف النهائي المونديال فهذه العقلية لا نريدها. وتابع الناخب الوطني وليد الركراكي تصريحه بالقول: نحن من بين أفضل 4 منتخبات في العالم، لم نصل لهذا الدور بالصدفة، وذلك ما سنقوم به لتأكيد استحقاقاتنا لبلوغ النهائي، على أمل ألا يحترمنا كثيرا المنتخب الفرنسي مثل ما فعلت المنتخبات الأخرى، وإلا ستكون أمورنا أكثر تعقيدا. حذر لوكا مودريتش قائد المنتخب كرواتيا المنتخب الفرنسي من صعوبات مواجهته أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. وقال لوكا مودريتش في تصريحات لقناة إسبانيا عن المنتخب الوطني المغربي: مواجهتنا للمغرب جاءت في الجولة الأولى ولم نحقق الفوز، وتعرضنا للكثير من الانتقادات وقتها، حيث واصل قائلا: الجميع في كرواتيا كان مندهشا، لكن انظر الآن أين هو المغرب في النصف النهائي. حين واجهته عرفت أنه سيكون من الخصوم المعقدة والصعبة على الجميع. ويلتقي المنتخب الوطني المغربي ونظيره الفرنسي يوم غدا الأربعاء في ثاني لقاء نصف نهائي كأس العالم قطر 2022. نوه سامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم بالمجهودات التي يبذلها القائمون على الشأن الكروي في المغرب منذ سنوات من أجل تطوير الكرة المغربية وإصلاح المنظومة. وقال إيتو في تصريحاته للموقع القطري: تم سن قوانين متعلقة بالمسابقات المحلية وتجهيز البنية التحتية وتطويرها، بداية بتأسيس أكاديمية محمد السادس الدولية التي أعطت اليوم عددا من اللاعبين المنتخب المشاركة في قطر، وكذلك افتتاح المركز محمد السادس الدولي بالمعمورة الذي اعتبره من بين أفضل المراكز الرياضية وأكبرها مساحة في العالم والأكبر في القارة الإفريقية. أبدى الدولي المغربي إلياس الشاعر إعجابه بمدربه في المنتخب الوطني المغربي وليد الركراكي، معتبرا إياه أفضل مدرب في نهائية كأس العالم قطر 2022. وقال الشاعر في الندوة الصحفية التي جرت صباح اليوم قبل مواجهة فرنسا في نصف نهائي كأس العالم: إن الركراكي خلق جوا مميزا مع اللاعبين، والمجموعة تعيش كعائلة، وهو أفضل شخص بإمكانه أن يصل بالمنتخب إلى أبعد نقطة ممكنة. وأضاف الشاعر قائلا: بالنسبة لي هو أفضل مدرب في البطولة، لن أهتم بسن المدرب أو خبرته، فهو قريب منا كلاعبين كأب وكأخ، يساعدنا في جميع مشاكلنا، نتمنى له الأفضل إنه يستحق.
وتابع الشاعر حديثه بقوله: أعيش حلما مع المنتخب المغربي، لم أكن أحلم ببلوغ نصف نهائي، أنا فخور بما تقدمه المجموعة وسنواصل المشوار لتحقيق المبتغى. وعن غيابي عن تشكيلة المشاركة في المباريات برز اللاعب المغربي: إنه لا يهتم بذلك، لأن المهم هو البلوغ طموح المنتخب، وعندما سيتم منحه الفرصة سيكون جاهزا لتقديم ما لديه من أجل بلاده. وعد أسطورة كرة القدم البرازيلي ومالك نادي بلد الوليدة رونالدو داليما بمنح نجم الفريق الإسباني والمنتخب المغربي جواد اليميق مكافأة على أدائه الرائع في كأس العالم قطر 2022. رونالدو تحدث في تصريحات لصحيفة مارك الإسبانية عن أمنياته وتوقعاته لنصف نهائي المسابقة، والذي يضم كرواتيا التي ستواجه الأرجنتين اليوم والمغرب الذي سيواجه فرنسا غدا الأربعاء. إذ قال رونالدو: نحن جميعا نستحق كأس العالم، لكن عليك أن تفوز بها على أرض الملعب. وأوضح الظهير رونالدو عن حظوظ المغرب في مباراتهم أمام فرنسا: أتمنى أن يفوز المنتخب المغربي، لكنني أعتقد أنهم لن يقدروا على هزيمة فرنسا، إن مغامرتهم كانت رائعة في مونديال قطر. كما تحدث نجم كرة القدم العالمي عن مكافأة لاعب المنتخب المغربي جواد اليميق ونجم بلد الوليدة، إذ قال: إذا لم يحصل على مكافأة في المونديال فسنمنحه واحدة، إنه يؤدي بشكل رائع مع المنتخب المغربي. كشف لويس إنريكي المقال من منصبه كمدرب للمنتخب إسبانيا عن أمنياته بوصول المنتخب المغربي والأرجنتين إلى نصف نهائي كأس العالم قطر 2022، متمنيا عدم تكرار المشاهد الختامي للنسخة الماضية بين المنتخب فرنسا وكرواتيا. وعاد المدرب السابق لبرشلونة للظهور في منصة التواصل الاجتماعي بعد أيام من إقالته من مدرب لاروخا بسبب إقصاء من المونديال أمام المغرب، حيث قال: لا أريد أن يتكرر نهائي المونديال بين فرنسا وكرواتيا، إذا فاز المغرب باللقب سيكون ذلك المفاجأة المدوية، إذا لم يكن الأمر كذلك فسيكون ميسي البطل. ثم اختتم حديثه قائلا: لكن تخيلوا أن المغرب سيفوز بكأس العالم، إنه أمر لا يصدق. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.